جميع الأنبياء اليهود المذكورين في القرآن نجدهم دائما مذكورين بأسمائهم الأصلية والتي هي أسماء عبرية بالنسبة لليهود، وأحيانا مع تحوير طفيف، مثلا نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب الذي هو إسرائيل، إسماعيل، داود، سليمان إلى آخره، إلا نبيا واحدا فقط وهو يوحنا، حيث يسميه القرآن يحيى. قد يقول قائل حتى اسم يسوع المسيح مذكور باسم عيسى في القرآن، وهذا صحيح لكنه موضوع آخر، بينما سنتحدث اليوم فقط عن يحيى يوحنا. إذن فقد استغرب الباحثون منذ القرن التاسع عشر هذا التغيير في الاسم، لماذا اسم يوحنا في الإنجيل أصبح يحيى في القرآن؟ وقد جمع آرثر جافري سنة 1938 في كتابه المفردات الأجنبية في القرآن أقوال هؤلاء الباحثين في بخصوص يعني يحيى، وتحدث أيضا فيه عن مفردات أخرى في كتابه. إذن افترضوا هؤلاء الباحثون أنه يوجد خطأ في قراءة هذه الآية، أي أن المسلمين ومنذ 1400 سنة يقرؤون الكلمة محرفة أو مصحفة. كيف حدث ذلك؟ يجب أو نعرف نحن أن القرآن لم يكن منقطا في بدايته، فمثلا في هذا المخطوط كلمة يحيى تكتب هكذا، وفي هذا المخطوط أيضا، وفي جميع المخطوطات القديمة. وبناء عليه اقترح هؤلاء الباحثون أن يحيى بلا تنقيط يمكن أن تقرأ يوحنا بالألف المقصورة مثل ما نرى في السورة، يعني فقط نغير النقاط سنجدها تقرأ يحيى ويمكن أن تقرأ يوحنا أيضا. وهم يرون أن هذه القراءة تتفق مع التاريخ، فيوحنا النبي هذا مذكور عند المؤرخ يوسيفوس فلافيوس الذي عاش في القرن الأول الميلادي وكان قريبا زمنيا من الأحداث، ناهيك أن الأناجيل تذكره أيضا باسم يوحنا، فجاء في إنجيل لوقا في الإصحاح الأول. فلما رآه زكريا اضطرب وخاف، فقال له الملاك لا تخف يا زكريا، لأن دعاءك قد سمع، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، لأنه يكون سيدا أمام الرب، فلا يشرب خمرا ولا مسكرا أبدا، ويمتلئ بالروح القدس منذ أن يكون في بطن أمه، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إليهم. هذه يعني نلاحظ أن الملاك يبشر زكريا بأنه يعني سيولد له غلام اسمه يوحنا، والقرآن يقول يحيى، وأنه يكون سيدا أمام الرب، وطبعا لا يشرب الخمر ولا المسكر لأنه يعني من أنه يعتبر نذيرا، وهذا موضوع آخر يعني ربما نتحدث عنه في حلقات قادمة، وسيكون ممتلئا بالروح القدس منذ أن يكون في بطن أمه، أي أن له الحكم أي النبوة منذ الصغر، وبالتالي يقول القرآن وأتيناه الحكم صبيا إلى آخره. يعني القصة التي في القرآن هي نفسها يعني التي في الإنجيل، لكن الفرق الوحيد هو يحيى ويوحنا. لذلك هؤلاء الباحثون رأوا أن الكلمة الأصلية هي يوحنا، وهناك خطأ في قراءتها ليس علم. إذا كان التاريخ والأناجيل يذكرونه باسم يوحنا، تكون أمامنا فرضيتان لا ثالث لهما. إما أن القرآن أراد أن يقول يوحنا ولكن قرأها القراء يحيى خطأ، وهذا الذي يبدو التفسير المنطقي بين قوسين، وإما أن القرآن أراد أن يقول يحيى فعلا وقراءة القراء صحيحة. وفي هذه الحالة سنحاول أن نعرف السبب الذي جعل القرآن يغير اسمه من يوحنا إلى يحيى. هيا نقوم بجولة في كتب التفسير لعلنا نظفر بجواب يشفي غليل السؤال، ونبدأ بأقدم تفسير وصلنا، وهو تفسير مقاتل ابن سليمان، وهو كان معاصرا لابن إسحاق. يقول مقاتل: وإنما سماه يحيى لأنه أحياه من بين شيخ كبير وعجوز عاقر. تفسير مقاتل عليه هو يحيى، قالك لأنه ولد من شيخ كبير اللي هو زكريا وعجوز عاقر اللي هي أمه، فبالتالي أحياه من كأنه شو يقول من أرض ميتة. فهمت؟ هذا تفسير مقاتل رأي. نمر إلى تفسير يحيى بن سلام نقلا عن قتادة، يقول: قال سماه يحيى أي أحياه الله بالإيمان. رأي:
الطبري في تفسيره يعيد كلام قتادة. أما الزجاج في كتابه معاني القرآن فيقول: سمي بيحيى لأنه حي بالعلم والحكمة التي أوتيها. رأي آخر. وفي الوجيز للواحد: سمي يحيى لأنه يحيى بالعلم والطاعة. أيضا نزيدوه للجملة الآراء والتخمينات، لأن هذه كلها تخمينات، كل شخص يخمن لماذا يحيى. هذا لأنه يحيى بالعلم والطاعة، الآخر لأنه ولد من شيخ وعجوز إلى آخره. وفي تفسير ابن عطية: سمي بذلك لأنه أحيا له الله أحيا لأن الله أحيا له الناس بالهدى. وأغلب المفسرين يعني، وكما هو واضح يعني، تخمينات وتبريرات تبدو ضعيفة، كل شخص يعني يحاول أن يفسر. لكن هناك تفسير ذكره الكرماني القراء، هذا الشخص عاش في القرن الخامس هجري، في كتابه غرائب التفسير وعجائب التأويل، في الحقيقة جلب انتباهي ويستحق أن نقف عنده. يقول الكرماني: إنما سمي يحيى لأنه قتل والشهداء أحياء عند الله. في الحقيقة هذا التفسير أقرب في اعتقادي لروح القرآن، ولكن كيف ذلك؟ شخص يقول: ما علاقة هذا بهذا؟ علينا أولا أن نعرف قصة يوحنا حتى ندرك المعنى، وهي باختصار كالتالي: يوحنا هو ابن خالة يسوع أو عيسى، وهو أكبر منه بستة شهور فقط حسب الأناجيل. المهم، يوحنا كان نبيا في زمن هيرودس الذي كان يحكم منطقة اليهودين، وكان هيرودس هذا متزوجا من ابنة الحارث العربي ملك الأنباط، فطلقها وتزوج من هيروديا زوجة أخيه السابق، وهذا أدى إلى أن يعلن الحارث الحرب على هيرودس انتقاما لابنته اللي طلقها له، وينتصر عليه في معركة في هضبة الجولان. المهم، يوحنا النبي عارض هذا الزواج من الأساس، وأخبره أن هذا محرم في اليهودين، فحبسه هيرودس. وفي يوم من الأيام كان هيرودس جالسا في مجلس لهو وطرب، ويوحنا في السجن، فجاءته ابنة زوجته ترقص أمامه، فأعجب بها وقال لها: أطلبي ما شئت. فطلبت رأس يوحنا، فأرسل هيرودس أحد الجنود وقطعوا رأسه وجاءوها به. هذه القصة ليست مذكورة عند يوسيفوس فلافيوس المؤرخ اليهودي، وإنما يقول فقط إن هيرودس خاف من شعبية يوحنا المتزايدة وكثرة أنصاره، فخاف أن يحدث تمرد ضد السلطة، فقبض على يوحنا وأعدمه ليقطع أي محاولة تمرد. المهم في هذا كله أن يوحنا مات شهيدا في سبيل الله، لأنه في دعوته قتل، وبالتالي هو شهيد في الإسلام وفي المسيحية الذين يعتبرهم شهيد، وفي اليهودية يعتبره شهيد أيضا. ومن هنا نفهم تفسير الكرماني إنه سمي يحيى لأنه قتل شهيدا، فالقرآن يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكأن القرآن يقول إنه سيظل حيا دائما، أي يحيى في المضارع دائما. إذن فنحن أمام قراءتين: إما أن هناك تصحيفة وأن الكلمة الأصلية في القرآن هي يوحنا وقرئت خطأ، وإما أنها فعلا يحيى لأنه مات شهيدا في سبيل الله، وكل شخص يختار ما يناسبه من القراءات. أريد أن أشير أن القرآن يخبرنا أيضا أن اسمه يوحنا بالإضافة إلى يحيى، ولكن باستعمال تخريجة لغوية جميلة في اعتقادي. فاسم يوحنا العبري متكون من مقطعين: يوحنا هو يو وهو اختصار لله، وحنا وهو اختصار لحنن أي حنان بالعربية، فيوحنا تعني حنان الله، هذا هو الاسم بالعبري، العربية حنان الله. وننظر ماذا يقول القرآن: فبعد أن يقول يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا إلى آخره من الآيات، يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. حنانا من لدنا أي حنانا من الله، أي حنان الله أي يوحنا. مع العلم أن كلمة حنان ذكرت مرة واحدة فقط في القرآن في هذا الموضع. وختاما
فقد بقيت دعوة يوحنا بعده، حتى أن هناك من قال من الباحثين إنه لو لم يوجد بولس لما عرف يسوع عيسى، ولكان الناس يتبعون يوحنا بدلا عنه. والمندائيون اليوم يجعلونه نبيهم الأكبر، وكان أيضا نبي حراس الهيكل في القرون الوسطى، وحتى أتباع الماسونية قديما كانوا يرددون هذا المقطع من الإنجيل: فويت أومو ميسوس أدايو كوي نومن إيرات يوانس، والتي تعني كان هناك رجل أرسله الله، هذا الرجل اسمه يوحنا. شكرا على الانتباه، ونلتقي في حلقة قادمة.